AEIOUY، هذان كل واحد من الأدوين بمجموعة من الأصوات يصل عدد حتى 10، لذلك هن يعني يعتبرن أهم الحروف باللغة الإنجليزية. المهم، أحد أصوات هذه الحروف هو صوت الشوا اللي هو نطقه قصيرة جدا، يعني هذا الصوت الشوا القصد كلهن ذني ممكن يجنبي بالكلمات، يا كلمات الكلمات اللي نريد نركز عليهن بهذا الفيديو اللي هن يشكلن صعوبة عند أغلب المتعلمين. خنشوف شلون راح نتخلص من صعوبة عن طريق فهم هاي الفكرة والقاعدة. حرف ال إذا أجى بالكلمة بهذا الصوت وبعد ركز معي وبعد حرف R، إذا اثنين هن حرف ال الفلاني ويا حرف ال R يخلي عندنا صوت، يولد صوت R العلة، R صوت R العلة. معروف هو ال R هو حرف ساكن، لكن بهذه الحالة يكون نطقه، لا يكون نطقه علة. حرف ال R له نطقين، نطق ساكن ونطق علة. شو وقت يصير نطق علة؟ بهاي الحالة هاي اللي هو لما يجي قبله حرف علة، أحد حروف العلة، وجاي صادف هذا حرف العلة بصوت الشوا. يعني قلت لك كل حرف علة له مجموعة أصوات، صادف إجى بصوت الشوا شرط، فيصير عندنا هذا الثنائي هو ار. هذا الصوت بشكل سريع له ثلاث عوامل حتى ينطلق، ينطق بشكل صح. ينطلق من حبال الصوتية ووضعية اللسان تصير عدلة والحواف مالته تصير بين الفكين ومتوتر، وضعية الشفتان هاي ار 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 ار. اوكي، ناخذ الكلمات اللي ينطبق عليها هاي الحالة، راح تسهل هسه هاي الكلمات من بعد ما كانت جدا صعبة، من بعد ما عرفنا هذا الصوت وهذا الثنائي. girl burn work world teacher father mother turn. بالنسبة للبريطاني فقط الفرق بأنه صوت الار ما يصير ظاهر، يعني صامت. girl work world نفس تشكيلة الفم.